اول ما جينا ارادتنا وكرامتنا والجنيه يفضل لفوق. انت عارف انت مين؟ كل الناس شاورت علينا وقالوا قد عليا. قالوا ايه ده ايه ده بس هدفعهم دولارات. الجمال ده كله ده خلي بالك. قالوا ايه ده ايه ده الدياري ب 53 جنيه. انتوا بجد ازاي كده؟ ايه الجنان ده؟ الدولار ب 53 قرش. ولا اقول لك انت مين؟ انت احسن من كتير. تيك كير. انت غيره انت غيره. الحكومه ملهاش اي علاقه بارتفاع الاسعار. نظره منك اخد لي ساتر. بابا انا ارغب في الطلاق. خف على الغلبان يا قادر. طب بعد الطلاق هتتجوزي؟ اه ممكن. جايتك لا بلاش. اللي انت نفسك تعمله يا ليه يا بابا ممكن؟ بلاش جواز. انا عملته وبطلته. ليه يا بابا بلاش جواز ده حقي. واللي انت لسه في اوله يوم وحق البلد. حضرتك جاي تتجوز؟ اه حط بقى. هيبقى في صندوق. في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي. كل الناس تقدر عليه. زي صندوق النضور كده. اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده. اسمه صندوق الجواز. انا خلصت وقفل. مش كده ولا ايه؟ يعني بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي. والحلم اللي انت بتحلمه يا تتجوزي يعني معاك حط في صندوق. وتقعدوا تتخانقوا على الشبكه وعلى ال قبل ما احلموا حققته. تطلعي يعني مستغنيه حط في صندوق. فرش فتيجي بقى الموضوع ده. لا لا ده كتير. لا مش كتير. تموتي يعني فارقه حط رزق. واللي واخد وقتك كله هنتصندق كلنا. ركنت علشان مش وقت الارض اللي يبيعوها. ايه نبيعها؟